اليوم التأم مناضلو ومناضلي مناضلات التجمع الوطني الأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء في مؤتمرهم الجهوي العادي اللي تدخل ضمن سلسلة المؤتمرات الجهوية اللي أطلقها الحزب بعد المؤتمر الوطني المنعقد في شهر مارس المنصرم. هذا المؤتمر كانت فرصة للتنظيمات الحزبية من أجل استكمال هياكلها بالجهة، وكانت أيضا فرصة لنا كأعضاء المكتب السياسي للتعبير عن عرفاننا للمجهودات والتضحيات اللي قاموا بها المناضلات والمناضلين للحزب بالجهة قبل وإبان وبعد محطة 8 شوتنبير، وكانت أيضا فرصة للتعبير لنا على يعني الإشادة بالنفس التنظيمي المتميز للحزب بجهة العيون الساقية الحمراء، وكانت فرصة أيضا للمناضلين والمناضلات للتعبير عن بعض الانشغالات والإكراهات التي يعانيوا منها سواء في المجالات التنموية ولا سواء في بعض محاور تسيير الشأن المحلي. وهذا يعني هذه الانشغالات والإشارات التقطناها من الإخوة والأخوات المناضلات والمناضلين، وسنعمل على يعني التفاعل معها في أقرب الأوقات حتى نمكن منتخبينا ومنتخباتنا في هذه الجهة أنهم يؤدوا الدور ديالهم ويوفوا بالتعهدات اللي عطوها للمغاربة في المحطة الانتخابية السابقة. على أن المؤتمر الجهوي جاء ليعرض أولا ما قدمته الحكومة في هذه الفترة الوجيزة والإكراهات التي تعترضها. نحن كيف قلنا تفهمنا هذه الأمور، ولكن كذلك نبغوا على أن الحكومة ما تم تعلق أن شماعتها على الوضعية اللي خارجة اليوم. نحن كيف قلنا إذا عادت الحكومة ما قامت دورها اللي نقولوه، وإذا قامت بدورها كذلك خاصنا نحيوها على ذلك التعدد. الحكومة أولا بحرب ذات خاصة نصبروا عليها، ما صبرنا على حكومات متعاقبة يعني سنين على سنين، كيف لا نصبر على هذه الحكومة وهي لا زالت في مهدها؟ ننتظر هذا الجنين حتى يخرج للوجود، ونتمنى أن يكون في الدخول السياسي المقبل تحسن في السوق الدولية وفي يعني السياق الدولي، لأنه هو الذي لديه انعكاسات اليوم، تحسن في وضعية الجفاف اللي نتمناه من الله سبحانه وتعالى على أن نجيب الأمطار من أجل يعني انتعاش البلاد نوعا ما، لأنكم تعرفوا على أن المغرب يعتمد على الفلاحة في الاقتصاد دياله وغير الأمور الأخرى، ونتمنى على أن الأمور تتحسن الأحسن. وهذا الرسالة هي اللي وصلوها المواطنين والمواطنات اليوم والمناضلين الحزب للقيادة، واللي من هذا المنبر ديالكم كان حي القيادة المنابرين يعني المناضلين على أوقاتهم اللي ضحوا واللي جاوا اليوم يعني متحمسين لأجل يعني أنهم يوصلوا صوتهم اللي وصل، ونتمنى كذلك أن القيادة تطبق ما يمكن تطبيقه. اليوم حضرنا المؤتمر الجهوي للتجمع الوطني الأحرار بالعيون، محطة تقييم الاستحقاقات السابقة ديال 8 شتنبير والتفكير في برنامج العمل للحزب قروا وداروا في حملته قبل 8 شتنبير. كيف تعرفوا أن حزب التجمع الوطني الأحرار يقود الحكومة الحالية برئاسة السيد عزيز الحنوش، وكانت اقتراحات كبيرة قبل يعني في إبان الحملة، واللي اليوم الحمد لله الحكومة تنجز هذه الالتزامات على أرض الواقع. للأسف هناك إكراهات دولية، كتعرفوا حرب أوكرانيا روسية، كتعرفوا جائحة كورونا اللي استمرت ما يزيد عن سنتين، إكراهات جعلت أسعار العديد من المواد الأولية ترتفع على رأسها المحروقات والحبوب. الحكومة دارت إجراءات كبيرة للتخفيف من هذه المشاكل على وطأة المواطنين، دعمت الغاز وتدعم النقل المهني، يعني جميع المهنيين في النقل الطاكسيات والحافلات يستافدوا واحد دعم اللي تخطى 1,400,000,000 درهم، ونزاد مؤخرا صندوق المخاصة 16 مليار ديال الدرهم لدعم البيطاغاز والحبوب. هذه الإجراءات كلها اللي ديال الحكومة رغم الإكراهات نتيجة الحمد لله كاينة على الأرض. المغرب في منأى عن المشاكل، المغرب في استقرار، ونتمنى أن هذه الجائحة ونتمنى أن هذه المشاكل تزول باش الحكومة بالفعل تطبق برنامج الدولة الاجتماعية اللي اليوم الحماية الاجتماعية أصبحت تشمل العديد من المواطنين. وهناك في العيون نعرفوا أن مستشفى جامعي في طور الإنجاز، وكلية الطب اللي يتخرج أولادنا أطباء واللي يخصوا اللي يكون خصاص يغطوا لنا الخصاص في قطاع الصحة في الجهة. عندنا فعلا مشاكل في الصحة، عندنا مشاكل في التعليم، عندنا مشاكل في البنية التحتية، ولكن هذه كلها برامج اللي جات عند الحكومة، والحكومة ماشية في تطبيقها في إطار النموذج التنموي الجديد اللي أعلن عليه صاحب الجلالة سنة 2015، واللي اليوم
تقطع اشواط كبيره في الطريق المزدوج في الموانئ الى غير ذلك. وهذا البرنامج يجب تقييمه كيف قلت في الكلمه ديالي، خاصه نشوفوا التقييم ديالو ونشوفوا تاثيره على التشغيل، خصوصا معضله البطاله كاينه في الاقاليم الجنوبيه، وخاص اوراش كبيره تفتح. هناك البرنامج الحكومي ديال اوراش وفرصه، وبغينا وقعهم يكون كبير على الشباب لمحاربه هذه الافه، واللي نتمنوا ان شاء الله ان الحكومه تنجح في مهامها برئاسه السيد عزيز خنوش، وتكون الاقاليم الجنوبيه في طمانينه وفي استقرار اللي بغينا صاحب الجلاله، نسال الله واياه. عديد من المشاكل اللي تعاني منها الجهه، وكانوا الاسئله جد هامه، وحتى كان التعقيب ديال السيد الوزير في المستوى، والله يجازيه جميعا وفقوهم لهذا المطلب. كيف شكلكم انتم هذا الحدث؟ هذا الحدث هو حدث عرس يكون في كل جهه، اللي كل جهه كتبين وزن الحزب عندها في اللي راكم شفتوه. حزب التجمع الوطني الحرامي والابان قوة كبيرة منافسة للاحزاب الاخرى في الجهة المستقبلية.